صباح الخير يا دكتور. برلمان دفعة 2019، احنا كنا حابين نسأل شوية حضرتك شوية أسئلة بتدور في دماغ الطلبة كلهم بوجه عام. يعني دفعة كام؟ 2019 سنة تانية، يعني سنة التخرج بتاعتكم يعني إن شاء الله. بس إن شاء الله. طيب دكتور، هو حضرتك الأول ليه اخترت قسم الأناتومي بالذات؟ أنا وأنا في الكلية من أول سنة تانية أنا بحب التشريحات، بمسك زمايلي أشرح لهم مواضيع التشريح، وزمان كان في امكانيه ان انا اقعد لوحدي في المشرحه واعمل سيكشن، وانا كنت بحب اعمل ده كتير جدا. وانا في سنه ثالثه وانا في سنه رابعه كنت بمسك زمايلي الصغيرين من سنه اولى وثانيه اشرح لهم تشريح. لما جينا القعده الفاينل اللي هي قعده النيابات اللي المفروض هنختار فيها احنا عايزين ايه، انا كان ترتيبي 61 على الدفعه. السنه التوقيت ده كانت الكليه بتاخد حوالي 72 مواد. ساعتها وانا داخل الجلسه دي كان في حاجتين اختار منهم واحده، دول اللي كانوا في دماغي. نمره واحد، كنت نفسي احب البطه برضه، فكنت هاخد يا اما نيابه بطنه وطعين يا اما التشريح نمره اثنين. فبعد ما جاء الترتيب بتاعي كان بطنه خلصت، وانا كنت حابب يا البطنه التشريح، اخدت التشريح. تمام. طيب حضرتك ايه المشاكل اللي بتواجهك في القسم، وخصوصا حضرتك مسؤول عن المشرحه وكده؟ يعني هو القسم فيه مشاكل كتير، هو مش بس القسم، هو بينطبق على القسم، بينطبق على الكليه، على الجامعه، على الدوله. احنا بالنسبه للقسم هنا في حاجات كتير محتاجينها تسهل علينا وعلى الطلبه عمليه التدريس، بس للاسف محتاجه تمويل، وده فيه صعوبه شديده جدا دلوقتي. اول حاجه في حاجات ممكن نستخدمها زي حاجه اسمها اوبجكت الكاميرا، ممكن الدكتور يشرح على الكاميرا وتصدر الصور لايف قدام الطلبه التانية، مش قادرين نجيب ثلاجات عشان تساعدنا شويه نحل المشكله الرهيبه بتاعت فورمالين، ولحد دلوقتي دي مش موجوده. جم ثلاجتين طلعوا بايظين، رجع لهم ومفيش ثلاجات تاني. احنا يعني لو في ثلاجات هطلع العينات بتاعتي اسبوعين، تطلع العينات تتحط في الثلاجه مش هتبوظ، لما اجي اطلعها للطلبه مش هطلعها من الحوض على طول، وهيبقى العينه متحافظ عليها ما نشفتش ما بهدلتش. الدكتور اللي هيشرح والطالب اللي هيتشرح له ما يتأذوش بكميات الفورمالين الرهيبه اللي بتطلع لو انا اضطريت اطلع عينه من الحوض واشرح عليها مشرط. فالثلاجات دي حاجه مهمه جدا، دي مش موجوده. تاني حاجه عدد الستاف اللي شغال تحت قليل. العمال نفسهم والموظفين عدد قليل جدا بالنسبه للاحتياجات. احنا بنيجي توقيت عندك سكاشن مصري يمكن عددهم سنة أولى وتانية وتالتة لو اشتغلوا مع بعض تلاقي عندي أربع سكاشن أو ثلاث سكاشن مصري مثلا، وجنبيهم سكشنين ثلاثة ماليزي، وأنا عندي عامل والتاني. فدول لو قعدوا شغالين من 8 ل 4 بالمنظر ده هيغرق. عدد ما يساعد كل دكتور بالعينات بتاعته ويحضر له حاجاته، فده عدد ناقص قليل، فمحتاجين ستاف برضه تحت. ده حاجة. الحاجة التانية الموظفين نفسهم الإداريين هنا معظمهم مؤهلاتهم بس مش يعني امكانياتهم مش كافيه ان هم يقوموا دور كويس، معظمهم ما فيش يكتبوا حتى على الكمبيوتر. يعني محتاج نكتب حاجه، اكتب جدول، انظم حاجه على اساس الستاف ما يضيعش وقته في الحاجات دي، بيبقى فيها صعوبه. في مشاكل كتير. طيب يعني هي العينات بتبوظ من ثلاجات قليله ولا من سوء تعامل الطلبه؟ في اسباب كتير. انا طلعت عينه وقعدت اسبوع بره بعيد عن الفورمالين، بيبدا الانسجه بتاعتها تنشف، ويمكن لو انتوا خدتوا بالكم شكلها يبقى كانها محروقه لانها بعيده عن الفورمالين. ولو قعدت اخد العينه وانزلها الحوض اخر اليوم، لما اجي اطلعها تاني يوم هيقعد فيها كميه فورمالين مركزين، والفورمالين مشاكله على كل حته في الجسم رهيبه. فدي مشكله. الحاجه الثانيه في سوء تعامل الطلبه، ان في طلبه ممكن يتعامل تعامل راقي شويه مع العينه، بس احنا مش زي بعض. في طلبه من بيئات مختلفه والتعامل ساعات يبقى خشن شويه، وفي عينات طبيعتها حتى التعامل الجنتل يبوظها. في عينات زي مثلا ليفر، سبلين، برين. برين ده لو مسكته اثنين ثلاث ايدين مسكوه هتلاقي في الاخر اجزاء من البرين على الترابيزه بتاعت التشريح. ما دي اجزاء من البرين، سكشن في التاني في التالت تلاقي فيه جزء راح، ايريا مهمه راحت، ما بقتش اعرف اشرح عينه كويس. ففي معدل لاستهلاك العينات، اعلى معدل في الاستهلاك هو عينه برين ما بتستعملش خالص.
ليها الاورجنز بعضهم زي الليفر ممكن يستهلك، السبلين ممكن يتقطع بسهوله، الهارت الهارت وفي حاجات دركه في الهارت، الكورونري ارتريز الصغيرين والحاجات الموجوده في الميديستاينم دي ممكن تقطع بسهوله قوي. في عينات معدل استهلاكها اقل شويه زي المسلز والنيرفز دي مش بتبوظ بسهوله بس برضه بتتقطع، يعني ممكن تلاقي عينه ابر ليم شكلها حلو جدا في بدايه السنه، عبات ما يخلص الموديول بتاع الماسكوسكيتال تلاقي مسلتين ثلاثه اتبهدلوا، نيرف كان شكله حلو اتقطع كده، بالمطفى بتبدا الجوده بتاعتها تقل. فانت كذا عندك كذا عامل. نمره واحد سوء تعامل الطلبه لانهم مش مدركين المجهود اللي احنا بنبذله في تعديل العينات ولا امكانياتها بتيجي ازاي. الحاجه الثانيه اللي بيخش فيها عدم توفر طلبات في المشاريع، ودي مشكله كبيره. دي حاجه. زائد نقص عدد العمال، فممكن العامل مع ضغط الشغل عليه ما يقدرش ياخد باله من كل العينات، ما يقدرش يراقبها كلها، فممكن بعضها يبوظ بالطريقه. طيب حضرتك بتقول ان عدد الاستاف قليل، الاستاف العمال قصدي مش عدد الاستاف وعدد الاستاف المعيدين والمدربين المساعدين الى حد ما يعتبر قليل، لو ان ضغط الشغل بيبقى مركز في اوقات معينه، ده اللي عامل مشكله. يعني انا لو عندي الموديولات متوزعه ايفنلي على مدار السنه واحنا بنشتغل على مدار السنه هيبقى كل وقت انا بشتغل ما فيهوش ضغط، لكن لما الاقي ان في توقيت واحد عندي ماسكو سكيتر سنه اولى، جي اي تي سنه ثالثه، كارديو فاسكولار سنه ثانيه، والجي اي تي والماسكو سكيتر دي موديلات الاناتومي تشير فيها عالي جدا، فعدد السكاشنهم ياما جدا، فبيجي في توقيت واحد الاقي مطلوب مني سكاشن كتيره جدا والاستاف الموجود محدود، فطبعا نسبيا عدد قليل. لكن لو الشغل اتوزع على مدار السنه، واحنا طلبنا بالنقطه دي كتير قوي في اللي بلان المديول، لان مديول الجي اي تي اللي انا فيه كتير قوي ده ما يتحطش في الترم الاولاني. الترم الاولاني سنه ثالثه بياخدوا حاجات هايفه جدا، اندوكراين دي سكشن واحد، بياخدوا جينت ويرينري سكاشن سبورادك ثلاثه اربعه واليوم خلصوا، فده لو اتحط النص اللي هو بتاع سنه ثالثه ده المحطوط في نص الاولاني بدلته بالنص بتاع السنه الثانيه، هيبقى ضغط الشغل عندنا على الاقل في القسم هنا متوزع منتظم شويه على مدار السنه، مش هيبقى في توقيت بنشتغل جامد جدا وتوقيت عادي فاضي. يعني تبديل الموديولات هو الحل. هيريح جزء من الضغط اللي على الستاف ويبقى في عدد اكتر متاح للطلبه يتعامل معاهم. دلوقتي الستاف الموجود عندنا مثلا بيشتغل ثلاث سنين اولى وثانيه وثالثه مصري، ثلاث سنين اولى وثانيه وثالثه انجليزي في نفس التوقيت. عنده ست جداول مختلفين، ده هو الستاف الصغير الجونيور اللي هم المعيدين والمدربين المساعدين، الناس الكبيره عندهم 12 جدول، ثلاث اولى وثانيه وثالثه، واولى وثانيه وثالثه عملي ماليزي ومصري وزيهم محاضرات، فالدنيا بتبقى زحمه جدا مره واحده. تمام. طيب في سؤال بيدور في دماغنا كلنا كطلبه، ايه مصدر الجثث ده اصلا؟ بتيجي منين؟ المفروض اللي ثابت ان في المشرحه بتاعت مستشفى الميري الرئيسي، مستشفى الميري الجامعي، يبقى في فيهم ناس متوفيين ومجهولين الهويه. مجهول الهويه ده بيقعد مثلا في شخص في حادثه كان حتى مقيم في عنبر وتوفى ومش معروف ليه، ناس نتصل بيهم نقول لهم الشخص تبعك توفى تقعد فين؟ فبيقعد هناك توقيت معين والمفروض بيستلم القسم عندنا ويحافظ عليه من غير ما يتلمس، لو حد جه سال عليه لفتره بتتراوح من ست شهور لسنه، لو قعد الفتره دي ومحدش سال عليه المفروض ان الكليه تتبرع بده لقسم التشريح عشان بحث. لو جه اي حد يسال شخص مجهول هويه وطلعنا الكذبه قدامه وتعرف عليها بياخدها يدفنها طبعا. بتبقى قاعده هنا من غير فورمالين. في فورمالين؟ فورمالين طبعا ما اقدرش اسيبها لوحدها، هي الكذبه بعد في الجو الساقع بتاعنا تلات اربع ايام بيبقى تحرك، في الصيف ممكن تاني يوم تبقى تحرك، فما ينفعش تتساب اكتر من كده، فالمفروض بتيجي بنعمل لها حاجه اسمها الفورمالين اللي هو البامنج ده ونسيبها انتاج ان تاتش فتره معينه لحد ما نتاكد ان فعلا الشخص ده موجود هويه ومش اي حد ممكن يعرفها. طب كده ايه سبب قله العينات؟ يعني اكيد في ناس بتموت في الميري كتير. في ناس بتموت في الميري كتير وفي ناس مجهولين الهويه من اللي بيموتوا كتير. فسؤالك منطقي جدا، احنا كسنه مسلمين ك
كانش في كاليبرز وسعيد برضه الفلو بتاع الكاليبرز قليل ممكن السنه الجايه ما يجيش كاليبرز ان شاء الله. ايه السر في الموضوع ده؟ المشرحه هناك في حاجات مش ظريفه ممكن تحصل. الاشخاص المجهولين الهويه ساعات بعض الاشخاص بيتبرعوا بدفنهم حاجه اسمها دفن صدقه. ياخدوا الكاليبر ويدفنوه. يعني هو بيبقى الاسم ان هو دفن صدقه بس بيخش فيه حاجات تانيه. وفي بعض الناس بشكل ملتوي بياخدوا الكاليبرز دي ويدفنوها فعلا في ارض معينه ويقولوا ان احنا عملنا الارض دي مدافن. في بعض المناطق تحويل الارض من ارض عاديه لارض مدافن بيرفع ثمنها جدا. فبيدي مثلا مبلغ للموظف بتاع المشرحه العامل بتاع المشرحه هناك. والمبلغ ده طبعا ده عامل والمبلغ بيأثر على تفكيره فبيبدا يطلعها بالشمس فبتطلع كاليبرز كتير قوي بالمنظر ده وتتدفن. كان اولى بيها التعليم بتاع الطلبه احسن. عندنا مقوله مكتوبه تحت على المشرحه في رخامه منحوته حتى احنا حرصنا ان احنا نجيبها من الكليه القديمه الكليه الجديده مكتوب عليها مورتو في فود الصمت. الموتى يهدون الحياه الاحياء. احنا بنتعلم من الكاليبر. طالب لطالع ده شاف كويس تشريح اتعلم من الكاليبر ميته فالكاليبر اللي ميته اللي هي برضه ما حدش يستفيد منها لو اتدفنت بتفيد طالب كليه الطب وبيطلع فاهم فاكر مكان الارتري فين مكان التندون بتاع العضله فين مكان الليفر فين لانه شافه كويس. فلما بيشوف تشريح كويس بيقدر سالك حتى لو كان طبق الصدق لما يبدا يشتغل ويمارس بيرجع يفتكر ده تاني فده مفيد جدا ليه. انا عشان الاجراءات الملتويه او التفكير الملتوي بنفقد مصدر مهم جدا لكاليبرز والكاليبرز كانت هتساعدنا جدا في رفع مستوى الطلبه وهم هيبقوا بعد كذا سنه دكاتره. يعني المسؤول مين المسؤول طيب عن الموضوع ده؟ مين اللي بيحول الموضوع ده لدفن المفروض المسؤول في مدير اداري في المستشفى هناك بس طبعا لو هو مش واعي او مدرك الابعاد بتاعت كل حاجه ممكن العامل اللي هناك ده يقنعه ان دي حاجه كويسه. داخل فيها كذا حاجه ان هو المسؤول ما هوش دكتور تشريح او دكتور اكاديمي مدرك واخد باله ان لازم يكون كاليبر فلو يجي للقسم هنا عشان الطلبه يبقى عندهم عينات يدرسوا عليها فهو دكتور كلينيكال فمش عارف النقطه دي بالظبط. فلو جه عامل مشرحه اللي هو اقربه خصوصا ان احنا بعدنا عن الكليه خالص فممكن يقنعه بحاجات ثانيه. قاعد معاه بيكلمه ده حرام ده يتدفن والكرم اكتر ومش لما كان قسم التشريح جنب الكليه وكان المشرحه جنبينا فكان في اتصالات اسهل بكتير من الوضع الحالي اللي احنا فيه. فكان ممكن يبقى نقدر نتكلم مع الناس موجودين هناك كتير ونتابعهم ونبعت حد يتابعهم عشان تسريب الجثث ما يحصلش. لكن لو بعتنا بالمنظر ده لازم الحكايه دي صعبه. طيب دلوقتي العينات السوفت بيبقى عليها السكالبين يعني البون بيبقى مثلا تحت الأوبر يعني ايا كان العينه بيبقى تحت البونز بتاعتها. تمام. طيب دلوقتي البونز بقى اللي بتيجي منين؟ البونز لوحدها قصدك. ده احنا ايام ما كنا طلبه ولحد دلوقتي والبونز كان مصدرها دايما مشوار. مصدرها عمال بيجيب بونز ما بيجيبش كاليبر لا مش من كاليبر مش من كاليبر في المشرحه وتنساب يتعامل بطريقه معينه وتطلع بول. لا هو بيجيبها بطريقه معينه من المقاول ما نعرفش ازاي. تمام. مش الكاليبرز بتاعتنا تتعالج بطريقه معينه او اني افضيها او اني اخليها انتج منها عرض ده ما بيحصلش. طيب يعني سبب ايه سبب تناقص العينات؟ غير ان الانبوت قليل. واللي موجود في معدل للتدمير فيه في معدل الاستهلاك فيه. فلما يكون عندك مفيش حاجه بتيجي واللي موجود في جزء بيستهلك منه في كل مديول في كل سنه يبقى طبيعي ان اللي موجود عدده يقل. طيب
يعني سبب زيادة مثلا عدد السكاشن زمان العدد كان لا العدد مش مشكلة يعني اعتقد ايام ما كنا طلبة كان عدد مماثل للعدد ده وساعات كان في دفعات اكبر من دفعاتكم العدد ما هوش مشكلة لو في انبوت كافي هيبقى في عينات كافية لدفعتكم. طيب يعني لو المشكلة دي استمرت انا كنا سمعنا اشاعة قبل كده بتقول ان بعد كده هندرس على مودلز خلاص هينتهي موضوع الجثث ده وليه اشاعة؟ ما ده حصل فعلا السنة اللي فاتت بس عندنا في الامتحان ترم عشان مفيش ثلاجات وعشان الفورمالين ثبت ان دي كوارث بيعملها فكنا موقفين كنا بندرس على مودلز وفعلا لو مفيش انبوت من كاليبرز والحاجات الموجوده استهلكت في بعض الدروس ممكن اضطر اني ما عنديش علاج منها اشرحها على مودلز. طيب المبنى الجديد اللي هو هيجهز قريب ان شاء الله هيكون فيه مشرحه؟ المفروض المبنى الجديد لينا دور فيه هتبقى فيه مشرحه ان شاء الله. يعني ممكن ده يساعد في حل المشكله ولا ده يعني ده يخلق مكان بس انت ما زال عندك المكان يديني مكان براحه زياده احط فيه سكشن مثلا احط فيه سكشنين يخلق مكان للطلبه لكن مشكله العينات وانها متاحه او لا ما حلتهاش. طب دلوقتي لو وصلنا لحل وسط مثلا عشان دلوقتي بقى يتم سحب العينات من الطلبه طبعا احنا متفاهمين ان ده عشان نلاقي عينات كويسه عشان الامتحان وعشان التدريس عشان لما اجي اشرح انا مثلا انت بتاخدي الابر ليم على كام سيكشن؟ 10 سكشن. انا لو سبت الابر ليم لحضرتك في اول سيكشن لما اجي اشرح لك على الابر ليم في السيكشن السابع او الثامن هيكون الابر ليم بتدمر فمش عارف اوريكي حاجات السيكشن السابع او الثامن. تمام. فده سبب الحرص احنا بنسيب عينات باستعانات معينه بنسكريفايز بيها لانها قابله تضحيه فيها اجزاء باينه والطالب ممكن يلاقي فيها معاناه ان في حاجات معينه مش واضحه بس ده في عينه لو بصت على نفس الحاجه دي في عينه ثانيه هيلاقيها فمحتاج مثلا الطالب يقعد يبص على العينه دي والعينه دي والعينه دي عشان يعرف يجمع الدرس كويس بنسيب لكن بنحافظ على جزء من العينات مش بغرض الامتحان بس الامتحان في حد ذاته ما هوش هدف ده خد لكن الجزء ده انا عشان الاقي ادرس لان انا بشتغل على ابر ليم 7-5 سكشن بشتغل على ابر ليم 7-5 سكشن ما هو سكشن واحد فانا لما اجي السكشن اللي هو بتاع الليك او الفوت الاقي عينه ينفع اقول لك عليها الليك او الفوت لو انا سبتها لك عند الساي فاللي بيدور ويبص للطلبه مش هيبص في الساي بس بص على زمايلك على الليك وتحت والعينات فعلا ممكن الاجزاء اللي لسه ما شرحتش ماليش حاجه اشرحها اشرح عليه. لا بس هو حاليا الوضع الحالي ان المعيد عم مصطفى مش او يعني عموما الاستاف الفنيين بيقول ان من تعليمات رئاسه القسم ان الدكتور هو ماشي ياخد معاه العينات. دي عينات وفي عينات لما تبقوا مع التقدم شويه في الموديول هنسيب لكم عينات ابر للمراجعه. لما تبداوا تتحركوا شويه في الموديول ولما تبداوا تخشوا في اللور هنسيب لكم عينات انا بنفسي حريص على ان ده يكون يبقى كل سيكشن محطوط بعينات مراجعه بس بعد ما تاخدوا جزء فاهمين تحركوا لوحدكم ولما يخلص الابر ونبدا اللور هيبقى دايما في عينات واحنا بنشرح سكشن اللور هيبقى في عينات ابر محطوطه اللي عايز يبقى هيبقى في عينات مخصوص للمراجعه يبقى فيها حاجات واضحه. هو كان في اقتراح بس انا مش عارفه ممكن ده يحل المشكله ولا لا. يعني احنا متفاهمين طبعا وجهه نظر رئاسه القسم من ما ينفعش نسيب العينات كلها عشان بتوفر عينات كويسه زي ما حضرتك قلت للدراسه وعشان الامتحان وفي نفس الوقت الطلبه لازم يفهموا عشان حضرتك فاهم ان لما انا امسك العينه بايدي غير لما الدكتور يمسكها. البرزنتيشن دي ولا ايه؟ اسايمنت؟ لا مش ده انت بتصور ولا ايه؟ وبرده الطالب يعني لما يمسك العينه بايديه غير هو في الامتحان هيبقى لوحده مش هيبقى معاه الدكتور. انا فاهم فالمهم جدا ممكن الطالب يقعد مع العينه يبص عليها ويمسكها بايديه دي حاجه مهمه واحنا بنسمع ده كتير جدا في الامر والجواب ان العينات في افيلابيلتي فيهم شويه فاحنا اكيد هنسمح بالمراجعه. ايه الاقتراح اللي انت عايزه؟ هو مثلا يتم تعيين مثلا مسؤولين من الطلبه في جوه السكشن مثلا حوالي 10 ويعني هم المسؤولين المعيد يسلم لهم العينه وهم يسلموها له بنفس الشكل اللي كانوا عليه مثلا. يعني احنا موافقين على اقتراح حضرتك. كل سيكشن من السكاشن انتوا كام مجموعه في سنه اولى؟ احنا سنه ثانيه. سنه ثانيه.
ايا كان ممكن نطبق الاقتراح ده على 3 سنين. يجي كل سيكشن يديني ليست اسامي الناس المتطوعين يستلموا عينات وناخدها منهم بنفس الشكل. احنا ما بلاش كده. ميرسي جدا بس طبعا دول هيبقوا ملتزمين اخلاقيا قدامنا بالحفاظ على العين. لازم يكونوا اهل ثقافه. طيب تمام احنا وافقين مفيش مشكله. ميرسي جدا يا دكتور. طيب بالنسبه للرسومات اللي في الكتاب احنا بنحس انها مختلفه تماما عن اللي بنشوفه في المشرحه. فبالتالي انا لما اجي اذاكر الاناتومي بالذات من اكتر الفروع او من اكتر المواد اللي يعني بنحتاج في امتحان العملي ان احنا نكون مذاكرين ليها نظري. فنيجي نحاول نضبط ده بده بنحس ان في الكتاب ده حفظ تماما وندور على الرسومات بقى على النت او نشوف فيديوهات او كده. فمفيش يعني ممكن يعني تحسين الصور او مثلا تصوير العينات دي تحط في الكتاب او دلوقتي بنعمل حاجتين. نمره واحد دكتور حازم بنعمل ويب بيج خاصه باسم الاناتومي. هو دي الاول عشان احنا ما عندناش كريدت فيطلعها وهيطلع جزء من الفيديوهات فيها على اليوتيوب عشان ما عندناش كريدت للصفحه في الاول. الصفحه دي هتلاقي فيها عينات لايف مصوره كل عيناتنا اللي تحت معظمها منتهى ده. الحاجه الثانيه اللي احنا بنعملها وده برضو مجهود مجموعه ضخمه من الدكاتره احنا بنراجع محتوى كتب الثلاث سنين من حيث المحتوى العلمي لو في اي اخطاء في اي حاجات محتاجه تتشال او في اي حاجات حشو او في اي حاجات محتاجه تتوضح اكتر بنعمله دلوقتي. وبنراجع كمان الشكل بتاع الكتب في ستاف داخل حوالي 5 أو 6 دورهم مراجعه الكتب نفسها الشكل شكل الصفحه عاملين محتوى كويس ولا لا فيها سبيلنج ميستكس ولا شكل الدايجرامز واضحه ولا مش واضحه الداتا اللي على الفيجرز واضحه ولا واضحه. فاحنا حاليا بنعمل ده بحيث ان طبعات السنين الجايه تبقى احسن طبعا من ان شاء الله. طيب دكتور حضرتك عدد المعيدين في السكاشن احيانا بيبقى 2 فبيتقسم 2 جروبس وساعات بيبقى 3 فبيتقسم 3. طبعا لما يبقى 2 بيبقى العدد كتير جدا وطلبه كتير مش كتير بالنسبه بتاع الطلبه اعلى. فطيب ليه ما يبقاش عدد ثابت يعني ايه السبب في ان هو ساعات 2 وساعات 3؟ نفس السبب اللي انا قلته من شويه ان الطالب ان المعيد دلوقتي او مدرس مساعد عنده 6 جداول بينسق بينهم. وساعات بيبقى في امكانيه تحط دكتورين وساعات بيبقى في امكانيه احط 3 عشان ضغط الشغل ضغط السكاشن. المشكله الرئيسيه ان احنا بنضغط في توقيت واحد وفي شهور كتيره فاضيه. احنا كنا نتمنى نحط لكم 10 سكشن ما عندناش مانع بس للاسف اللي بيحكمنا زحمه الدوري والكراودنج بتاع الموديولز في توقيت واحد على قصد الموديولز اللي انا مشارك فيها بشكل محترم. طيب احنا من السكشن اللي فات كده كان في حاجه اسمها سيمينار اللي هو كان الدكتور بيشرح لنا جزء نظري على البوردر اللي في المشرحه تحت. بس طبعا ان يجمع عدد من الطلبه حوالي على عينه واحده يعني انا دلوقتي كنت بقول لحضرتك ان المشكله بتبقى في مشكله ان بيبقوا يعني متقسمين مجموعتين يعني مجموعه واحده بيبقى العدد فظيع بيبقى المنظر الطلبه واقفه على الجهاز. النهارده دوت دكتور واحد الغرض منه انه يوضح لكم انا ممكن اشوف ايه مش المفروض يوريكم في اثناء استمرار عملي. السمينار ده بتبقى مقدمه نقول ايه الموضوع بالظبط نوضحه ايه اللي هنوريه لكم. لما نيجي نشوف عملي هيبقى السكشن متقسم مجموعات مش المفروض في اثناء السيمينار يبقى سيمينار وعمل في نفس الوقت يبقى ده خلط. طيب واحنا كده انتهى اسئلتنا من حضرتك وشكرا لوقتك وشكرا لسع صدر حضرتك كمان. شكرا جدا. هيبقى في التلفزيون ده ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور حازم احنا برنامج سنه ثانيه احنا عايزين نعرف شويه اسئله كده ايه محشوره في ماشي اتفضل. هو طبعا وظيفه التشريح بتبقى مسؤوليه المعيدين والمدرسين المساعدين. خلاص المفروض احنا طريقه التشريح مثلا بيبقى مطلوب مننا على حسب الموديولز. يعني انا مثلا دلوقتي بادئ موديول ابر ليفل فانا مثلا المجموعه اللي معايا في فتره الاجازه انتوا قاعدين في البيت طبعا احنا بننزل من بيوتنا بنبدا نطلع الجثث اللي عندنا وبنشوف كام عدد ابر ولور احنا محتاجينه وبنبدا ان احنا نبدا نسلك الابر واللور او نشرح الابر واللور من البدايه للنهايه. طبعا اي اول خطوه دايما في اي تشريح في الدنيا ان انت تشيل السكيل. خلاص؟ بنعمل السكيل ازاي؟ دايما في اي حاجه بيبقى في حاجه اسمها دايسكشن بليه.
دايسكشن بلين هو خط في المنتصف كده بنرسمه. بعد ما بنرسمه بالمشط بنبدا ان احنا بقى نعمل بلانت ديسكشن، بلانت ديسكشن بحيث ان انا ابدا اشيل السكين من غير ما انتش اي عرض. وانس ان انا شلت السكين بما بقى على حسب بقى الجثه، ممكن الاقي الجثه فيها فات كتير ودي بتبقى متعبه بالنسبه لي ان انا لازم اقعد اسلك الفات واحده واحده، والا لو شديت الفات هيشد معايا مصر وكل مصر في الابر ليمب مثلا بتبقى لها قيمه. بعد طبعا ما بشيل الفات بتبدا الاستراكشرز اللي تحت ايا كان بقى، هي ماسلز هي فيسلز هي نيرف، ببدا ان انا احاول ان انا ابريسيرف ليها وان انا افتكر الاناتومي بتاعها اللي انا مذاكره قبل كده عشان اقدر اوصل ليها من غير ما اقطعها ومن غير ما اسيبها. ده بصوره فكره مبسطه الطريقه اللي احنا بنمشي بيها. انتوا بتعملوا فيها مقاره ولا؟ لا والله هقول لك على حاجه، ايام زمان خالص كان في التشريح بس انا برضه وانا طالب ما لحقتش التشريح بتاع الطلبه. زمان دكاتره كبار كانوا بيعملوا كده. انا كنت في سنه اولى دفعه 2002 2003 وفي سنه ثانيه 2003 2004 ما شرحناش خالص بصراحه. ماشي يعني بص انا قلت لك تمام تمام انا اقول لك اي لا بص انا هقول لك حاجه، دي الاحواض زي ما انت شايف هنا اهي في كل مشرحه بتلاقي احواض زي دي. اول ما الجثه بتجي لي دايما خلاص بيستلمها طبعا عمك مصطفى اللي موجود عندنا في المشرحه. عندنا شويه تركيبات كيميائيه لازم تدخل في الجثه دي، يعني مش عايزين ندخل في التركيبات دي ايه بس هو احنا بنعمل لها زي قسطره. تمام قسطره دي بتدخل في الفيسلز بتاعتها بتدخل داخل الجثه نفسها بحيث ان المواد الكيميائيه دي تدخل جوه تحت الجلد وجوه الجثه نفسها عشان الجثه تبدا تقبل الفورمالين وتبدا تقبل المواد الكيميائيه دي قبل ما بدخلها. بنسيبها في الكلام ده حوالي 3 4 ايام، اول ما بنلاقيها قبلت وبدات تاخد على المواد الكيميائيه دي ببدا ان انا احرك هذه الجثه. ممكن في جثث بقى يعني هقول لك على حاجه، احنا كان جاي لنا جثه من كام يوم بصراحه يعني هم سابوها بره الثلاجات 10 ايام فالجثه تقريبا بدات تعفن، فدي كنا قلقانين منها انها ما تاخدش فورمالين. او طبعا لما بتسيب الجثه بتيجي تحط لها بقى مواد كيميائيه وكده بتلاقي الجلد فرقع والمسلز متبهدله، بس الحمد لله قبلت. بعد ما بتقبل بنحطها او بنشيلها جوه الاحواض. احنا هنا زي ما انت شايف الاحواض احنا مقسمين الاحواض، يعني انا مسؤول عن الكلام ده ان انا عارف مثلا الحوض ده في عينات كذا وكذا وكذا، الحوض ده في عينات كذا وكذا، الحوض ده في جثث لسه ما اتحطش فيها مشرط. انا ببقى عارف هذا الكلام. فاحنا بعد الجثة ما بيجي لنا بنضطر ان احنا برضه نشيلها عندنا لمده 3 اشهر لحد ما بنتاكد ان هي مش هيبان لها اي صحه. ان برضه انت طبعا عارف ان الجثه اللي بتجينا دي بتبقى جثه بيسموها جثه مجهوله الهويه او شخص وطني ملوش اي هويه خالص. ما زلنا برضه ان احنا بنحتفظ بيه في الفورمالين لمده 3 اشهر خلاص لحد ما بنتاكد تماما ان مفيش حد هيجي يسال عليه. وبعد كده بقى على حسب احتياجنا وعلى حسب التشريح بنبدا نطلع ونشرح الجزء اللي احنا مطالبين بيه. تمام. طب طبعا العطب دي يعني الجزء عملتها السنه اللي فاتت. انا هقول لك الجثه بتقعد ممكن تقعد فترات طويله بس خلي بالك انا كل سنه بطلع الجثه بسيبها للطالب زي ما انت شايف كده. الطالب يقعد ايه؟ ينقش فيها وينتش فيها وتبدا الحاجات ايه؟ تتفرفل وتتعور. بالاضافه الى المواد الكيميائيه اللي انت حطيتها فيها. طبعا الفورمالين لازم يبقى ليه نسب معينه في التخفيف. في مشكله عينات لما بتيجي تحفظها مثلا بيبقى مثلا العمال وهما بيظبطوا الفورمالين غلطوا في نسبه التخفيف. التخفيف ما اتظبطش كويس فبتيجي بعد فتره تلاقي الجثه بدات تعفن وبدا يتكون عليها طبقه بيضاء كده زي الفانكس. فعشان كده برضو كل ما انت بتحاول انت كل فتره تهول الاحواض تبص على الجثه بتاعتك تتاكد ان مفيش اي فانكس فيها بتبقى محفوظه فتره اطول. يبقى عندك انت عوامل كتيره ممكن تسهل لك ان العينه دي تبوظ وممكن تسهل لك العينه دي تطول معاك. طب لو باظت فين؟ لا بنتفهم. العينات اللي بتبوظ دي بتبقى مستهلك عندها، بنكلم طبعا الراجل بتاع المقابر والعامل بيطلع بيها ونجيب عربيه ونروح ندفنها فيها. مع السكين اللي حضرتك خلاص خلاص مع الحاجات دي كل الحاجات دي بتتدفن. تمام. طب هي ليه مسكت؟ دي بص يا جماعه انا هقول لك دي برضو تاثير المواد الكيميائيه والعوامل التغيرات. طبعا زي ما انت شايف الحوض مقفول بيبقى فيه هواء، الهواء ده مكتوم لما بتطلع بتتعرض لهواء بتدخل تاني، المواد الكيميائيه زي الفورمالين وعوامل التهويه والتعريه كل ده ممكن يغير. تمام. طب في سؤال يعني هو فضولي شويه. ماشي. هو الدكتور قال الدكتور ايه؟ يعني بيفتح عايز يفتح عيادة يفتح عيادة ايه؟ تعالى نتكلم في هذا الجزء. الجزء ده واضح جدا. دكتور الاناتومي هو دكتور اكاديمي بحت، بمعنى يمكن بره في الريسيرش والكلام ده بيهتم
بيهتموا بجزء بان هو بيعملوا ربط ما بين الاكاديميه والكلينيكيه. طبعا في مصر الربط ده مش قوي. فاحنا لو انت بصيت هتلاقي ان الناس كتيره مثلا من قسم الاناتومي بعد كده بتلاقيها محضره حاجه ثانيه، يعني في ناس بتحضر بطن، في ناس بتحضر اطفال، في ناس بتحضر نساء. خلاص؟ ده بيبقى تحضير اضافي ليك عشان تفتح عياده بره بعد ما بتخلص الدكتوراه. يعني انت الاول بتخلص الماجستير وبعدين الدكتوراه في التشريح وبعدين يحق لك ان انت تسجل او تلتحق باي دراسات عليا اخرى. انا حضرتك شرحت خالص لا ما عايز جراحه ادخل جراحه. بص انا هقول لك على حاجه. انت ممكن في الجراحه تكون مستفيد شويه ان انت يعني فاهم الاناتومي كويس قوي. خلاص؟ بس هي الفكره برضه في الجراحه ان انت تلاقي حد يعلمك. انت بقى اللي مش هتتعلم بقى على الجثث طول حياتك، انت عايز بقى يعني تتعدى الرهبه بتاعت لما تفتح عيان حي. خلاص؟ فانت لو واحد حابب جراحه ماشي ولا اللي يعلمه كويس ممكن يتخصص جراحه بعد ما يخلص تشكيل. ده تخصص وارد يعني. في سؤال يعني خارج عن النص برضه. ليه دخلت انا في عيان وعارفين اسم المستشفى؟ يعني انا بخش عيان زي حضرتك تقدر عنه ده. لا انا هقول لك على حاجه. انا هقول لك على حاجه. ده رول. يعني خلينا نتكلم في الرولز العامه بتاع كليه الطب. كليه الطب الرولز بصراحه ان انت هتبقى المفروض ان انت لابس برضه في اي حاجه عمليه او اي حاجه معمليه. هو ده الرول اللي احنا اتعودنا عليه. ده الصح يعني ان انت تبقى وانت في سكشنك لابس البلطو بتاعك. خلاص؟ فانت لو لقيت هتلاقي الناس دايما ملتزمه مش حكايه غلاسه بس انت برضه لو بصيت لها يعني انت مش ممكن العينه مثلا تطرطش على هدومك مثلا؟ ممكن. ده احتمال وارد. انا بديك مثلا احتمال البلطو ده هيحميك. لو انا فرضنا مثلا طالب انترستد قوي، انت عارفين طالب السنه الاولى مثلا في الابر ليم يقعد يفعص ويعمل ويخلي اكيد الابر ليم هيجي كده يبوظ له هدومه ولا حاجه، ده برضه بيحميك. خلاص؟ اذا يعني هي دايما الجزء البراكتيكال بتلبس الفيل برضه كنوع من انواع الرولز بتاعتك ان انت بتبقى دكتور، النوع الثاني ان هو برضه بيبقى حمايه ليك من اي ضرر من العينه. زمان لما كنت قدامك كنتوا نفس العدد ولا كنتوا اقل؟ انا دفعتي بعد ما اتخرجت بالظبط كانت توتال حوالي 1000 او 1050. زين؟ زين. طب تمام. حضرتك عندنا مشكله يعني مش مشكله قوي، هي حاجه تغيظ. ايه هي؟ الكتاب بيبقى مثلا 220 صفحه تمام والسؤال اربع اسئله في الامتحان، الامتحان بيجي اربع اسئله في اربع صفحات يعني. انا أيوة. لا طبعا زمان ما كانتش كده. ليه؟ لان كل ماده كانت منفصله لوحدها. خلاص؟ فانا كنت مثلا والاناتومي عشان تبقوا عارفين ايام زمان الاناتومي كان من 500 درجه، اولى 250 وثانيه 250 بتطلع على بعض الابر لور. في اولى كنا بناخد في اولى بالترتيب كده كنا بناخد الابر وبعد كده السوركس وبعد كده الابدومين وبعد كده البيفس. ده كان ومعاهم طبعا ايه الجنرال اناتومي جنرال امبريولوجي. وفي ثانيه كنا بنكمل بقيه الفروعات. فانت لو لقيت بتلاقي مثلا 250 درجه درجات كتيره جدا خلاص بيتقسموا على اعمال سنه واخر السنه والعمل. فكنت بتلاقي مساحه كبيره من الدرجات تحط عليها اسئله كتير. انما انت ربطتني دلوقتي في نظام المديول ان انا عايز احط نفس الكميه بس على درجات اقل. انا ليه بخلي اربع اسئله؟ مش عشان انا عايز هم اربع اسئله بس دي سيستم. يعني انت بتقول لي مثلا انت ليك 16 درجه. 16 درجه هعمل ايه؟ هقسم اربع اسئله كل سؤال باربعه. يعني انا راجل مش حكايه ان انا بحط الاسئله ريليتيف للمنهج الكبير، لا انا بحط الاسئله ريليتيف للاداره اللي حاطه نظام. تمام. طب انا هسال حضرتك سؤال. بما ان المعيدين بيبقوا موجودين المعيدين والمدرسين المساعدين موجودين في المحل تمام. دلوقتي لو حد داخل مثلا دروس خطه ثالثه تمام كل اللي وراهم بيحلوا غلط تمام. لا انا بقى كطالب لو حصلت لي حاجه زي كده انت كطالب لو حصل لك حاجه زي كده بتروح تقدم شكوى عند رئيس القسم او الاستاذ اللي مسؤول عن الدكتور بسرعه جدا. على فكره الحكايه دي اتكررت كذا مره، بتلاقي الاستاذ مبلغ فوق في الكنترول اللي هم بيصححوا، والله يا جماعه حصل كذا كذا، فبنضطر ان احنا نحتسب الاجابتين صح. يعني احنا دايما بنيجي في صف الطالب. تمام. بس. تمام. بصراحه عايز اشكرك. ربنا يخليك. معلش خدنا من وقتك. لا ربنا يكرمكم وربنا معاكم ان شاء الله يعني ونشوفكم دكاتره كويسين باذن الله. يلا ربنا يكرمكم. ماشي.